غالبا ما يعتبر فول الصويا بديلا صحيا لكثير من الطعام اليومي العادي أثناء فترة الحمل. يجب مراعاة تأثير جميع الأطعمة التي تأكلها الحامل على صحتها وصحة الجنين. وقد أثارت بعض المواد الواردة في فول الصويا المخاوف بين المتخصصين في الرعاية الصحية، سواء كان ينبغي استهلاكها في الحمل أم لا، وتجعلك نتائج البحث تتساءلين إذا كان استهلاك فول الصويا آمن أثناء الحمل أم لا. يصبح الجنين الذي يتطور في داخلك حساسا لهرمون الاستروجين في مراحل معينة من الحمل، وتظهرت الدراسات البحثية والتي أجريت على الحيوانات المخاطر المرتبطة بالتعرض لمواد هرمون الاستروجين من الأيسوفلافون والفيتوستروجين الموجودة في فول الصويا، فيؤدي التعرض لهرمون الاستروجين النباتي في الحمل إلى مضاعفات على المدى الطويل في التكاثر. وقد نشرت نتائج البحث في مجلة علم الأحياء التجريبي والطب في عدد يناير 2004، ووفقا للتقارير التي نشرت في مجلة تقارير الأورام في سبتمبر من العام 2009، فقد وجد أن الزيادة في مستويات هرمون الاستروجين يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، حيث خلصت الدراسة البحثية إلى أن تناول فول الصويا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. إن الجنين حساس للغاية لمستويات الهرمون المتنامية أثناء الحمل. إن المخاوف بشأن تناول فول الصويا أثناء الحمل تزيد مع مواد مثل فيتوستروجين. المواد تميل إلى تقليد هرمون الاستروجين، حيث أن الفيتوستروجين لديها هيكل مماثل لهرمون الاستروجين، وقد تميل إلى التعلق بمواقع مستقبلات هرمون الاستروجين في أجزاء مختلفة من الجسم. ووفقا لمركز جامعة لانجون الطبي في جامعة نيويورك، يميل هذا الإجراء إلى تقليل أو زيادة تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم. وفي دراسة لعلم الأحياء التجريبي والطب، أجرى الباحثون تجارب على فئران الإناث، وجدوا أنه تم العثور على مستويات الأيسوفلافون مماثلة لما يتعرض له البشر من خلال نظامهم الغذائي. إن النتائج من الحيوانات لا تترجم بالضبط إلى البشر، ويجب استشارة الطبيب إذا كان لديك مخاوف حول ما تأكليه. وتشير نتائج الأبحاث لأن الأطفال حساسين للزيادة في مستويات الاستروجين خلال فترة الحمل المتأخرة، لذلك قد لا تحتاجين إلى تجنب منتجات فول الصويا أثناء الحمل. وعلى الرغم من أنه غذاء صحي، فقد يطلب منك في الغالب تجنب تناول بعض الأطعمة الصحية في فترة الحمل. ووفقا للدراسات التي أجرتها المجلة الأمريكية لأمراض النساء والولادة، فقد تبين أن استهلاك فول الصويا بكميات كبيرة يؤثر على نمو الجنين ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان. مع ذلك أجريت الدراسة على 7 نساء فقط. يحتوي فول الصويا على حوالي 40% من البروتين، وهو أعلى محتوى بين المنتجات النباتية المختلفة. تزيد متطلبات البروتين خلال الحمل لتلبي الاحتياجات اليومية لك ولطفلك الذي لم يولد بعد. إن أطعمة فول الصويا تساهم بذكاء لزيادة حاجتك من البروتين، وبالتالي يمكن أن يكون دمج منتجات فول الصويا خيارا جيدا أثناء الحمل، لكن بكميات معتدلة.